طلب تحالف البناء بزعامة هادي العامري رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى إكمال كابينته الوزارية بعيدا عن أي إملاءات. وقال البيان لتحالف البناء عقب اجتماع لهيئته القيادية، قال إن على عبد المهدي الإسراع في تشكيل الحكومة، ودعا رئيس الوزراء إلى إكمال كابينته الوزارية بأسرع وقت ممكن وبعيدا عن أي إملاءات، لأن الشعب ينتظر تقديم الخدمات.